مرحبا أيها اللطفاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وأحوالكم طيبة. عدت من جديد بوصفة جديدة وميني كيك بالشوكولاتة بمقادير اقتصادية جدا، خفيف كالقطن وطعمه لذيذ، حتى القطة أرادت أن تشاركني فيه. وردا على بعض التعليقات التي طلبتم مني فيها أن أحضر ميني كيك بطريقة أخرى، بما أنني حضرت واحدا في الوصفة قبل الأخير في الفيديو قبل الأخير، فقلت لما لا سيكون هذه المرة بوصفة اقتصادية وسهلة. تابعوا معي. إن كنتم تشاهدونني لأول مرة، أنا زهرة وهذه قناتي زهرة الشمس. أهلا بكم في عائلة اللطفاء، لا تنسوني من دعمكم واشتراككم، فعدد المتابعين لا يزيد أبدا منذ شهر وهذا محزن للغاية. لهذه الوصفة سوف نحتاج لبيضة واحدة، نقوم بخلطها بالطراب اليدوي. الوصفة صالحة جدا للمبتدئين، من المستحسن أن تكون البيضة بحرارة الغرفة. نضيف عليها نصف كأس من السكر ونستمر في التحريك. نصف كأس من الحليب من الأفضل أن يكون دافئا أو بحرارة الغرفة. ونصف كأس من الزيت، المقادير سهلة للغاية، بيضة، نصف زيت، نصف سكر، نصف حليب. إن كانت لديكم أي اقتراحات لوصفات جديدة تحبون أن أحضرها معكم أخبروني في التعليقات. والآن سوف نضيف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان، وهذا اختياري، أنا أضفتها لأنها تجعل الكيك غنيا أكثر، ونصف كأس من بودرة الكاكاو. إن كنتم في المغرب فيمكنكم استعمال كيس بودرة الكاكاو. ونضيف على كل هذا كأس من الدقيق، الدقيق على حسب نوعية تشربه للسوائل، أنا أضفت ملعقة كبيرة إضافة إلى الكأس. ولا ننسى سوف نضيف الخميرة، 8 غرامات من الخميرة الكيماوية، مجموع الدقيق الذي استعملته كأس وملعقة كبيرة. في هذه الأثناء نسخن الفرن على درجة 170 ونحضر القوالب الفردية، ندهنها بالزيت أو الزبدة ونرشها بالدقيق. قوام الميني كيك يكون أخف بقليل من قوام الكيك العادية. هذه هي القوالب التي قمت باستعمالها، قمت بملئها باستخدام ملعقة كبيرة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، هذا يشجعني كثيرا. ولا أنسى أن أخبركم أنني قررت أن أحضر فيديوهين في الأسبوع، سوف يكون موعدنا كل اثنين وخميس على الساعة 9 ليلا بتوقيت غرينتش. هل تجدون التوقيت مناسبا؟ أخبروني في التعليقات. هذه هي النتيجة النهائية، ندخلهم الفرن على حرارة 170 لمدة 15 إلى 20 دقيقة. لا يجب أن يكون الفرن ساخنا لمدة طويلة مسبقا، وهذا للأسف ما حدث معي. وللشفافية سوف أريكم ماذا حدث، بما أن الفرن كان ساخن جدا فقام بطبخ المنطقة العليا أكثر، فعندما أردت إزاحتهم من القوالب بقي المنطقة الوسطى عالقة في القالب للأسف.
هذا غير فقط شكل الميني كيك، لكن لم يغير من طعمه شيئا. سوف أحضرهم المرة القادمة بطريقة أفضل، يعني أن أنتبه لحرارة الفرن، وأشارك معكم الوصفة مرة ثانية. التزيين يبقى اختياريا، لكن أشارك معكم طريقتي في التزيين. أخذت القليل من الفول السوداني، يمكن أن تستعملوا أي نوع من المكسرات، وقمت ببشره في هذه المبشرة اليدوية، والتي أجدها سهلة جدا وجيدة، خصوصا عندما يكون هناك انقطاع للكهرباء. سوف نقوم بإذابة 50 جراما من الشوكولاتة السوداء أو الشوكولاتة بالحليب كما تحبون، ونضيف عليها نصف علبة من دانت الشوكولاتة. أنا أضفت دانت الشوكولاتة بالكوكيز، طعمه لذيذ جدا وأضاف نكهة غنية على الكيك. نخلط الشوكولاتة مع نصف علبة دانت جيدا، ونحصل على نوع من الجناش سوف نستخدمه في التزيين. يمكنكم الاستمتاع بهذا الميني كيك من دون أي إضافات أو أي تزيين، فهذا يجعل نسبة السكر عالية صراحة. أنا أفضلهم من دون تزيين. بكل حذر سوف نقوم بغطس كل حبة ميني كيك في الشوكولاتة ووضعها على الفول السوداني وتركها لتجف قليلا. قلت أن نقوم بذلك بحذر لأن الميني كيك خفيف جدا مثل القطن، فيمكن أن نقوم بكسره بسهولة. صراحة رائحة المكان أصبحت كلها شوكولاتة، ومنظرهم راقي وجميل جدا. هذه الوصفة حضرتها تحت طلب صديقتي اللطيفة الجزائرية وهيبة، قناتها مخصصة لتعلم اللغة الكورية. إن كنتم من محبي كوريا أو تودون تعلم اللغة الكورية، سوف أترك لكم رابط قناتها في صندوق الوصف. شجعوها وأخبروها أنكم جئتم من طرفي. شكرا جزيلا، أحبكم، وداعا.